في دراسة نشرها مؤخرا مركز تابع للمعهد الفيدرالي للتكنولوجيا، جاءت 4 مدن مغربية ضمن قائمة أفضل 10 مدن إفريقية في جودة الحياة، وقد احتلت مراكش قائمة تلك المدن بحسب هذه الدراسة التي شملت 100 مدينة إفريقية رئيسية. باقي التفاصيل في هذه الشاشة التفاعلية للزميلة نجاة بوتفسوت. أهلا بكم. احتلت مدينة مراكش صدارة قائمة أفضل 100 مدينة إفريقية، متقدمة على جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا والإسكندرية المصرية التي جاءت في المركز الثالث، وذلك حسب دراسة نشرها مركز بحثي سويسري تابع للمعهد الفيدرالي للتكنولوجيا، فيما صنفت 3 مدن مغربية أخرى ضمن قائمة 10 الأوائل، وهي الدار البيضاء في الرتبة 5 والرباط في الرتبة 8 وفاس في المركز 10. تصدر المغرب مؤشر أحسن مدن القارة السمراء من حيث جودة الحياة استنادا لعدة معايير وضعتها الدراسة التي شملت 100 مدينة إفريقية بما فيها عواصم دول القارة وحواضرها الكبرى. من أهم هذه المعايير الظروف الاجتماعية، ظروف العيش، البنية التحتية والبيئة والحوكمة. وحسب موقع لوموند أفريك فإن تواجد 4 مدن مغربية على رأسها مراكش في قائمة أفضل 10 مدن إفريقية للعيش يعود إلى نجاح المملكة في 3 مجالات على الأقل، منها تطوير السياحة المتنوعة والاستثمار في مجال التسويق الحضري للانضمام إلى شبكة المدن العالمية وبناء 10,000 من المساكن، والاستثمار في مجالات أخرى كالبنية التحتية والنقل والماء والكهرباء، هذا إلى جانب الاستقرار الأمني الذي تنعم به المملكة. إلى جانب المدن المغربية دخلت مدينة مغاربية أخرى قائمة 10 الأوائل من حيث جودة الحياة، يتعلق الأمر بتونس العاصمة التي احتلت المرتبة 6، أما الجزائر العاصمة فقد جاءت في الرتبة 11، واحتلت أسفل التصنيف مدن تعيش نزاعات وتوترات اجتماعية وأمنية رغم توفر بعضها على بنى تحتية مهمة. وللإشارة فإن الدراسة السويسرية التي استغرقت عاما من البحث تعد الأولى من نوعها التي تعتمد على صبر آراء سكان القارة بعدما كانت تقتصر فقط على المستثمرين المقيمين الأجانب. ويؤكد الباحثون أن هذا التصنيف سيتم إصداره سنويا بهدف الحصول على بيانات حقيقية بخصوص المدن تكون أفضل من تلك المتوفرة حاليا عن المدن الإفريقية الرئيسية.